جدد شيوخ عشائر ومختاري ومثقفي صلاح الدين مساندتهم للقوات الأمنية بكل مسمياتها، مؤكدين عدم السماح بالعبث بأمنها واستقرارها ومحاربتهم لكل محاولات العودة إلى المربع الأول. مواكبين الأمن ومساندين الأجهزة الأمنية بكل صنوفها، من الحشد الشعبي، من أجهزة الشرطة، من أجهزة مكافحة الإرهاب. الحقيقة نحن الشيوخ كعين ساهرة لمساعدة الأمن، مراقبة الأبراج، مراقبة الأمور الأخرى. محافظة صلاح الدين مثل ما تعرفون آمنة، ما نقبل أحد يجي يعبث بها، لا من خارج المحافظة ولا من داخل المحافظة. نحن كشيوخ ومختارين هذا الحكي مساعدين عليه ومساندين الأجهزة الأمنية من قائد عمليات إلى قائد الشرطة. حقيقة ما يدور بصلاح الدين، صلاح الدين منطقة آمنة، واللي حدث في 2014 هذا إن شاء الله ما يعود، ونبقى العيون الساهرة لمراقبة كل من يعبث بأمن صلاح الدين وخصوصا القضاء تكريت. الأمن يعتبر مسؤولية الجميع كمواطنين، كشيوخ عشائر، كمجتمع، فالكل نتعاون ويا القوات الأمنية في كل الظروف. ومن فضل الله طبعا محافظتنا تشهد استقرار أمني في ظروف اللي هي صارت استثنائية من 2014 و15 و16 والنصر اللي تحقق على الدواعش، لكن ظلت أمور أخرى كالانتخابات وغيرها لازم نتآزر بيناتنا حتى نعمل من أجل ترشيح مرشحين يخدمون المحافظة للمستقبل إن شاء الله. اجتماع أمنيا واجتماعيا بحيث حث المحافظ إلى المواطنين وشيوخ العشائر بالأمن والمساعدة وتثقيف الناس إلى الذهاب إلى الانتخابات وصندوق الاقتراع. اتطرق السيد المحافظ يعني أكثر من محور بهذا الموضوع، ما يخص موضوع التحديات الأمنية الموجودة والاعتداء على الأبراج الكهرباء، نقل الطاقة الكهربائية، وذكر أنه هذا الموضوع هو موضوع تخريب لاقتصاد البلد، بالتالي على القوات الأمنية الماسكة للأرض تحمل المسؤولية من خلال حماية هذه الأبراج. كما تطرق السيد المحافظ لموضوع آخر، موضوع يعني اللي حقيقة أثير أخيرا، موضوع التظاهر في محافظات العراق، وصلاح الدين ترفض هذا الموضوع لكون لا صلاح الدين ولا الأنبار هي مركز القرار. من يريد يتظاهر يتظاهر على يعني الحكومة المركزية في بغداد على مصدر القرار. صلاح الدين الحمد لله هي آمنة ومستقرة، بالتالي لا نريد أن نخلق سازع بهذا الموضوع. السيد المحافظ أيضا ذكر أنه على يعني الأهالي الموجودين وشعب المحافظة هو مساندة مؤازرة الجهاز الأمني والخدم الموجود.